مرحبا عبد المطلب سيد قريش. أنت صباحا أيها الملك. ها؟ تدنس العرب كنيستي وتأتي آسفا تعتذر؟ أنا لم آتك معتذرا. فما جاء بك؟ 100 بعير سلبها مني جندك. ويحك، أحدثك عن بيت ربك وتحدثني عن الإبل؟ إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. يمنعه مني؟ خذ إبلك واصعد إلى الجبل لترى بيتك مهدما تحت أقدام الفينة. افعل إن استطعت.